طيب احنا معانا واحد حبيبك قوي، المدير بتاعك مش في الكليه، كابتن شطه. الكابتن شطه. كابتن شطه لما عرف ان انت موجود معانا فقال لا ده انا عندي كلام كتير جدا عاوز اقوله للواء فوزي سكوتي. ده حبيبي كابتن شطه، نسمع هيقول ايه نرجع تاني. والله انا محظوظ ان انا فوزي سكوتي لعبت معاه واتدربنا انا وهو سوا، والان هو كمان معايا في الاكاديميات. يعني شوف تاريخ طويل جدا من سنه مثلا 76 77 لما جه النادي الاهلي ناشئ 14 سنه الى دلوقتي هو شغال الحمد لله بعد ما طلع من الشرطه. كابتن فوزي سكوتي اول حاجه طبعا هو طبعا اشتغلنا في التدريب ناشئين من 8 سنين، الجيل بتاعه كان ابراهيم سعيد وكان مجموعه كبيره جدا من النجوم في ذلك الوقت. وبعد كده استمرينا 8 سنين و10 سنين مع بعض لحد ما وصلنا ال 14 سنه، وبعد كده مسكنا الفريق الكبير اللي هو ال 20 سنه في التسعينات. بعد كده هو طبعا راح بعد كده كليه الشرطه، راح الاتحاد الشرطه الرياضي مع كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. فتاريخ طويل في الحياه في كره القدم كابتن فوزي سكوتي، يعني اللي ما يعرفش تاريخه بدا ناشئ لعب في النادي الاهلي استمر في التدريب سنوات طويله، بعد كده الان التحق معايا في الاكاديميات. وانا اذكر له الماتش بتاع في الثمانينات 81 او 80 لما حقيقه كان بنلعب ضد الاتحاد السكندري وكان كلوتشاي المدرب، وكان تقريبا يعني اتلقى كوره من الناحيه الشمال وراح لعبها برجله الشمال بشكل متميز. دي من اللقطات الحقيقه ما انساهاش. قلت له يا فوزي انت يعني ما جبتش اجوال في الفرقه الصغيره، جاي تجيب في الاتحاد السكندري ده انت يعني كده الناس كلها مش هتنسى لك المباراه دي. مواقفه الثانيه في التدريب طبعا كان بيحصل احتكاك بيني وبين بعض اللاعبين، يعني انا كنت مش عصبي، كنت حريص انه الاخطاء والامور التربويه كنت منضبط جدا في الملعب، وكان دايما بيشد مني الحته لما يلاقيني انا بحتدي مع اللعيب، كان عنده قدره على انه ازاي يحتوي اللاعب بشكل كبير جدا. وكنت حقيقه كان عندي لعيبه مشاغبين جدا، يعني مش عايز اذكر اسماء لانه في نجوم كبار منهم طلعوا، ويعني كان دايما بيتولى هذا الموضوع بشكل متميز. ومواقف كثيره جدا لما كنا بنسافر بره وكده نلعب بقى في البطولات الافريقيه، يعني احنا عندنا طبعا احنا يعني وكان شرطه وكان قوي جدا في طريقه التعامل مع الامور اللي فيها في الملاعب الافريقيه والغابات والحاجات دي. لما كنا مثلا نخاف نمشي في الشوارع بالليل والحاجات دي، وتلاقيه دايما حقيقه عنده القدره على انه يصمت في تلك المواقف لانه عنده الجرأه والشجاعه. وده طبعا تعتبر دي من شخصيات اللي هي المجال اللي كان بيعمل فيه في الشرطه. هتقول ايه لجارني شطه؟ كابتن شطه اخويا وحبيبي، وبجد والله يا كابتن مصطفى مش بجامله يعني. لا لا شطه ده شخصيه الشخصيات جميله المحترمه جدا قوي، وبعدين عصبي بس في ثانيه قلب ابيض زي الفل بيفك على طول بجد. يعني دي ده لازم اللي بيفهمه كويس، يعني لما بتلاقيه متعصب مثلا سيبه شويه، بعد شويه تلاقيه نسي كل حاجه. وده يعني الميزه اللي في كابتن شطه، قلب ابيض وبعدين متسامح جدا يا كابتن بجد، يعني بحاجه جميله، وبيساعد يحب يساعد زمايله.